يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وكل اللي بيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى. توحشوني جداً من أسبوع لأسبوع، وطبعاً زي ما حضراتكم عارفين إحنا قد إيه بنكون مهتمين بإننا نقدم لكم محتوى مهم، كاتب مختلف، كتاب مختلف، وأكيد محقق نجاحات كبيرة جداً. وما فيش شك إن كل كاتب وهو بيكتب بيكون ليه عالم خاص بيه، هو ممكن يشوف منه حاجات أو ممكن يشوف من خلاله حاجات إحنا ما بنشوفها، ممكن يتأمل في الحياة أشياء إحنا ما بناخدش بالنا منها، وهو ده اللي بيميزه، وهو ده اللي بيخلي إنه في كاتب مختلف عن الآخر، وده بيرجع للرسالة اللي الكاتب بيكون عاوز يوصلها للناس. في نفس الوقت هيوصلها بإبداعه وهيوصلها بخياله اللي شبهه هو واللي من تفكيره هو. وإحنا النهاردة في حلقتنا معانا كاتب كبير ومختلف وليه أفكار فلسفية ميزته وميزت كتاباته في الوسط الأدبي والثقافي. معانا النهاردة الكاتب الروائي الأستاذ عزت القمحاوي، واللي هنتكلم معاه النهاردة عن كتابه الأيك في المباهج والأحزان. والكتاب الحقيقة هياخدنا لمناطق مختلفة، واضح من عنوانه أنه فيه موضوعات كتيرة متشابكة، زي بالضبط ما بتتشابك أغصان الشجر في الغابات، وزي ما بتتشابك أيامنا العادية في حياتنا ما بين المبهج وما بين المحزن. أكيد هنستمتع النهاردة بوجود الكاتب الكبير الأستاذ عزت القمحاوي معانا، وأكيد إن شاء الله حضراتكم كمان هتستمتعوا معانا النهاردة في حلقتنا لما نقابله. ولكن قبل ما نبتدي كلامنا عن كتابنا، وقبل ما نبتدي كلامنا مع كاتبنا اللي منورنا النهاردة زي ما حضراتكم متعودين، تعالوا نشوف مع بعض البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا للأسبوع اللي فات، ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الكتب والإثارة والترجمات الأدبية والروايات والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية الأخلاق للفيلسوف أرسطو، الذي يتحدث فيه عن تاريخ الفكر السياسي، وهو ترجمة إسحاق بن حنين. ثم يأتي بعد ذلك من كتب التنمية البشرية كتاب الرجل الذي لم يستطع التوقف للكاتبة دكتورة منال الغادر، وتتحدث الكاتبة عن الشخصيات أصحاب السلوك المضطرب أو الوسواس القهري الذي يدفعهم لفعل أشياء غريبة. ثم جاء بعد ذلك كتاب عن العشق والسفر للكاتبة نهى عودة، التي شاركتنا تجربتها الشخصية مع الحب والسفر، ذكريات عاشها معها القارئ وتركت فيها لحبيب الروح، لترصد لنا تفاصيل رحلتها السياحية المبهجة. ومن الكتب التي كانت في صدارة القائمة أيضاً كتاب ألف حكمة وحكمة صينية، وهو من اختيار وترجمة أحمد السعيد. هذا الكتاب يضم 1000 جملة صينية مقسمة إلى 5 موضوعات، وهي مقتطفات وأقوال مأثورة كل منها ينسب إلى قائله. ولم تخلو القائمة من الدراما، فجاءت رواية كان للكاتبة نور عبد المجيد في مقدمة القائمة أيضاً، وهي تتحدث عن الازدواجية والعنصرية. وتختتم القائمة بأحد الكتب التاريخية المهمة رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وتأخذنا فيها الكاتبة لرحلة عبر التاريخ بين 3 روايات منفصلة الشخصيات والأحداث. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض حلقتنا معاكم النهاردة. وطبعا احنا في شهر المرأة، شهر مارس معروف ان هو شهر المرأة، ولازم نركز فيه الحقيقة على الشخصيات النسائية الناجحة اللي كان ليها دور في إثراء الحركة الأدبية والثقافية في مصر. عشان كده شخصيتنا النهاردة هي الأستاذة روزا اليوسف، واحدة من أشهر نجوم الفن والصحافة والسياسة. مش بس كده، إنما كمان حققت نجاحات كبيرة جدا في النصف الأول من القرن العشرين بمصر. دخلت عالم الصحافة وأصدرت مجلة روزا اليوسف، ومن المعروف كمان إنها والدة الأديبة المصري الأستاذ إحسان عبد القدوس. تعالوا نشوف مع بعض التقرير اللي عملناه عن روزا اليوسف، ونرجع على طول ونبتدي كلامنا عن كتابنا معاكم، ولكن بعد التقرير. موسيقى
يحتفل العالم سنوياً في شهر مارس بنجاحات المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات. وعلى مر التاريخ هناك العديد من السيدات التي حفرن أسماءهن في ذاكرة الأمم، وتعد روزا اليوسف واحدة من أشهر رائدات الفكر في النصف الأول من القرن العشرين، وهي والدة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس. روزا اليوسف من مواليد لبنان، ونشأت هناك كممثلة مسرحية، وذاعت شهرتها أكثر عندما قدمت إلى مصر بلد الفن والثقافة. سحر الصحافة جذبها، فأنشأت مجلة فنية أسبوعية تحت عنوان روزا اليوسف في عام 1925. تعمقت روزا اليوسف في بحور السياسة وحولت مجلتها إلى مجلة سياسية. اشتهرت بجرأتها وفكرها الحر الذي أصبحت به كاتبة صحفية سياسية تدخل المعارك والمناكفات السياسية. أصدرت روزا اليوسف في عام 1935 جريدة يومية بنفس عنوان المجلة التي توقفت لفترة، وعينت فيها الأستاذ عباس العقاد رئيس تحرير لها. ريادتها في عالم الصحافة جعلت منها علماً بارزاً من أعلام الصحافة المصرية والعربية، ورمزاً من رموز النضال في الدفاع عن حقوق المرأة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا إننا في شهر مارس بنهتم جداً بالمرأة وبكل تفاصيلها. الحقيقة إنه في كتابات كتيرة جداً اهتمت بشؤون المرأة، تفاصيل حياتها، المشاكل اللي بتواجهها، الأزمات اللي مرت بيها، وده الحقيقة اللي بنسميه الأدب النسائي. علشان كده هينضم لنا عن طريق زوم الكاتبة استشاري العلاقات الأسرية والتحرر من الصدمات والمشاعر السلبية الأستاذة أسماء أبو الفتوح، واللي قررت إن روايتها تكون عبارة عن قصص واقعية من واقع الجلسات النفسية اللي عملتها علشان تقدر تساعد بيها القراء وتكتشف الأزمات اللي بتبتدي تمر بيها البنات أو السيدات بشكل عام. تبتدي منين في الحياة الزوجية، بتبتدي من الطفولة، أيا ما كانت إيه المشاكل أو إيه الأزمات اللي بتمر بيها. والحقيقة إنه أزمات النساء أحيانا بتكون مرتبطة بالسن، وده طبعا بيتم معالجته بشكل سليم. عملت رواية لطيفة جدا اسمها طفلة أربعينية، وهي فكرة ابتدتها الأستاذة أسماء من خلال مشاعر الستات وخصوصا المتزوجات اللي بيحسوا بالمسؤولية وأحياناً الانشغال وأحياناً التقصير. يعني في مشاكل كتير جداً ممكن تكون نفسية بتمر بيها أي سيدة. خلونا نرحب بالأستاذة أسماء الاستشاري في العلاقات الأسرية والتحرر من الصدمات والمشاعر السلبية. مساء الخير يا أستاذة أسماء، وأهلاً بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيكي. بما اننا طبعا في شهر المراه، كان مهم جدا ان احنا نقابل حضرتك علشان نقدر نتكلم من خلال روايتك الاخيره طفله اربعينيه عن الحقيقه او عن المشاكل اللي ممكن تكون بتمر بيها السيدات. كلمينا شويه عن الروايه وطفله اربعينيه، اسم مختلف تماما. هي حقيقه الروايه مش قصه طويله، لكن هي روايه واقعيه. يعني كان مهم جدا ان انا اتكلم عن الانثى في مجتمعاتنا العربيه اللي بتمر، يعني نقول بحاله من الصراع تقريبا من ساعه الولاده لحد ما بتوصل للمعاش، نقول لسن الستين، وهي في الصراع ده بتحاول ان هي تثبت جزء من حقوقها او تحاول انها تثبت ان وجهه نظرها صح. في حاله الصراع دي بتمر بمواقف سلبيه مواقف ايجابيه، بالتاكيد كل موقف فيهم بيأثر عليها نفسيا جدا. فبنلاقي مثلا سيدة أربعينية عندها مشاكل في حياتها، ويكون السبب الرئيسي للمشاكل اللي واجهتها وهي في السن ده أو قبليها بشوية هي مشاكل أو صدمات مرت بيها في مرحلة الطفولة. وده طبعا السبب الرئيسي لاختيار الاسم. يعني حبيت انه الاسم يكون بيمثل ده، بيمثل كل انثى هتمسك الكتاب هتلاقي فيه مشاهد ومواقف بتمسها حتى في سن الأربعين، متزوجه او غير متزوجه، ايا كانت حياتها هتلاقي قصه من القصص بتاعتها موجوده جوه الكتاب. نماذج القصص اللي حضرتك ذكرتيها وكتبتيها في الرواية هي نماذج قصص حقيقية وكلها قصص واقعية. كلميني شوية عنها، وكلميني عن إيه اللي شدك في القصص الواقعية اللي حبيتي تفيدي بيها القراء وحبيتي يعني تحاولي تساعديهم من خلال روايتك. هي في الحقيقة إنه كلنا كسيدات يعني بيبقى عندنا مشاهد مختلفة جداً ومواقف مختلفة في حياتنا بتأثر علينا طبعاً بشكل مختلف.
امتى بقى بتطلع ده؟ بيطلع في 30، بيطلع في 40، بيطلع في وقت معين بيبقى فيه مشكلة في الحاضر دلوقتي، بس سببها السبب الرئيسي من الماضي ومن الطفولة. المشاهد اللي انا والمواقف والاحداث اللي انا رويتها في الرواية دي احداث واقعية موجودة فعلا. أيوة حبيت ان كل واحدة تقرأ الرواية تلاقي المشكلة وتلاقي الحل فيها، يعني ينور لها طريق كده يساعدها انها تحط نفسها على اول الطريق انها توصل بحياتها لبر الامان وبمشاعر افضل وبافكار ايجابية افضل. ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهها السيدات او البنات من وجهة نظر حضرتك؟ وايه اكتر المشاكل اللي حضرتك حبيتي تتكلمي عنها من خلال القصص الواقعية اللي كتبتيها في روايتك؟ يعني ايه بصي، المشاكل؟ ايه المشاكل اللي بتواجههم؟ يعني خلينا نقول ان احنا هنتكلم بوجهة نظر عامة كده. يعني لو بنتكلم على بنوتة او بنتكلم على ست متزوجة، كلها المواقف اللي بتمر بتكون نتيجة انه يمكن اوقات كتيرة ما تمسكتش برأي هي عايزاه، اوقات كتيرة ما قالتش رأيها بوضوح، قارنت نفسها بناس آخرين، ما حطتش حدود مع أقرب الناس ليها، حصل عندها كبت في مشاعرها في مرحلة الطفولة. كل الحاجات دي بتأثر عليها، ولذلك أنا حاولت بشكل أو آخر في خلال الاستشارات اللي أنا حطيتها يعني من واقع أحداث وقصة في الرواية إن أنا أوضح كل اللي السيدات تقريبا معظم اللي السيدات بتمر بيه في حياتها وبتقف عنده، بتبقى أنا مش عارفة ليه حصل لي ده دلوقتي، لا تعالي أقول لك حصل لك ليه، حصل لك علشان كذا، حصل في الماضي، اتحطيتي تحت ضغط كذا، دخلتي نفسك في دايرة فظيعة. احنا عندنا سيدات في مجتمعاتنا العربية شايلين الشيلة كلها طبعا كلها طبعا يعني، وده طبعا بيحط لود رهيب جدا. مش مطلوب منك تعملي ده، طبعا مش مطلوب منك تعيطي على حاجات عملتيها واتظلمتي وانتي بتعمليها، او تعيطي على حاجات ما عملتيهاش اي وعدى وقتها. يعني المطلوب من كل سيدة انها تستمتع بالوقت والمرحلة والسن اللي هي فيه، هم على قد ما تقدر تحط الحدود بتاعتها، على قد ما تقدر ما تقارنش نفسها باللي حواليها، ما تجلدش ذاتها، وتكون كمان متعافية تلجأ لحد متخصص. يعني طبعا دلوقتي طفرة الوعي للسيدات بقت أفضل كتير من زمان، يعني في خلال نقول ال5 سنين اللي فاتوا السيدات عندها وعي إنها بتوصل لأزمة أنا محتاجة حد يساعدني. طبعا مع احترامي كل الدكاترة النفسيين، دلوقتي بقى طبعا موجود استشاري نفسي، بقى موجود معالج نفسي، استشاري علاقات طبعا أسرية، طبعا بيروحوا للأشخاص دي دلوقتي عشان نساعد إن نحل المشاكل قبل ما نوصل للانفجار القنبلة أو المشكلة الفظيعة اللي نقول إحنا وصلنا لكده إزاي. مشاكل فده مهم المتزوجات جدا. تحديدا أستاذة أسماء، يعني يهمني كمان أسمع عن مشاكل المتزوجات، في منهم مثلا حد تعرض لخيانة فبالتالي اتصدم صدمة كبيرة، يعني مشاكل المتزوجات بصرف النظر عن اللي موجود عندهم من الطفولة، بس إيه المشاكل اللي ذكرتيها في الرواية ليها علاقة بالمتزوجات تحديدا؟ كان من أهم الحاجات اللي ذكرتها في الرواية مثلا الجزء الخاص بالاحتياج المادي، إنه الست تبقى تتوجع قوي في الجزئية بتاعت إنه الراجل يبقى متحكم فيها ماديا جدا، ايوه يبقى ذا سلطة، فهو طبعا أنا علشان أنا صاحب يعني القيادة المادية أو أنا صاحب السلطة المادية. طبعا وهو ده طبعا دوره، ده طبعا دور الرجل إنه هو يبقى يعني القوام في الجزئية دي، لكن لازم مع الحفاظ على الجزئية الخاصة بالمرأة. فللأسف السيدات كتير يعني دي من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل، إنه هي بتبقى تماما معتمدة عليه، فلما يحصل خلل هنا هو كل حاجة، هي مش قادرة حتى إنها بالظبط تعبر عن العنف الجسدي أو العنف اللفظي أو إنها تمشي أو إنها تبعد بسبب مشكلة الجزء المادي طبعا. ودي يمكن كانت برضو حتة اتذكرت في الرواية، إنه هي يعني البطلة اضطرت تكمل في شغل يمكن عمل عليها لود، يمكن شغل ما بتحبوش، يمكن ودي نماذج كتيرة جدا أنا طبعا بتعرض لها في الجلسات، يعني بتجيلي كارهة شغلها مش عايزة أكمل، بس ورايا التزامات، ورايا أنا لو قعدت مين هيعمل ده ومين هيعمل ده. طبعا فده مهم جدا، مهم انه السيدة المتزوجة تبقى عارفة انه حتى لو هي اشتغلت بغرض وبهدف انها تحقق جزء من قيمتها او تحقق هدف هي عايزاه، مهم جدا برضو هتساهم في البيت، طبعا ما فيش مشكلة في ده، بس طبعا بساهم بإيه؟ يعني لازم يكون القوامة الأولى للرجل مسؤول عن الأساسيات، وأنا المساهمات البسيطة، المساهمات اللي لو أنا جيت في يوم قلت
انا مش قادره اكمل، انا ايوه عايزه اقعد، اقدر اقعد براحه، ما اقدرش بقى اقول اقدر مين هيدفع كذا ومين هيدفع كذا، وادخل في حته الضغط النفسي دي يمكن. حاولتي انك اتفضلي. تطرحي بعض الحلول، يعني ما طرحتيش بس المشكلة، انما كمان حاولتي انك تساعديهم ببعض الحلول لحل مشاكلهم. سريعا كده، ايه الحلول لاشكال المشاكل اللي حضرتك يعني عرضتيها في روايتك؟ بصي، طبعا هي القصة كانت فيها أحداث كتيرة، يعني هيبقى صعب عليا دلوقتي أقول كل الحلول، مفهوم. بس خلينا نقول نصيحة عامة قدمتيها. بالظبط. هي النصيحة الأساسية لكل ست إنها لازم تبقى عارفة إنها كامرأة مش مطلوب منها إنها تعمل كل شيء، ومش مطلوب إنها تقوم بالدور كله وتبقى هي بطلة الرواية، لا، لازم الأدوار تبقى مقسمة، لازم تبقى عارفة إن كل سن أنا ليا فيه واجباتي طبعا. وليا كمان في حقوقي اللي ناخدها من الطرف الآخر، ودي مهمة جدا. ايوه حتى حقوقنا وواجباتنا اتجاه أقرب الناس لينا، أهلنا، بابا وماما، الأخوات، كل الحاجات دي، الحدود مهمة جدا. إمتى أنا هبقى عاملة حدود مع الآخرين؟ إمتى أنا هبقى حاطة لنفسي هدف في حياتي امشي وراه واحاول ادعبس عليه؟ يعني ناس سيدات كتير تقول لي الهدف هياخد جزء من الوقت، لا، احنا عندنا الوقت مقسمينه يمكن في حاجات كتيره. لو انا خدت نص ساعه، كل ست او بنت خدت نص ساعه لنفسها في اليوم، على مدار الوقت هي هتنمي أكيد عقلها وهتنمي فكرها، هيبقى طبعا عندها هدفها، طبعا، استقلالها ومش المادي هتحس ان هيحققها. هي مستخدمه طول الوقت، على الاقل هتحس انها بالظبط. بتعمل اي حاجه لنفسها. انا بشكر حضرتك استاذه اسماء على وجودك معانا النهارده عن طريق زوم، واتمنى ان شاء الله انك تنورينا في الاستوديو مره تانية. استشاري العلاقات الاسريه والتحرر من الصدمات والمشاعر الاستاذه اسماء ابو الفتوح. نطلع لفاصل ونرجع على طول نتكلم عن كتابنا اللي بيجمع ما بين كل شيء مبهج ممكن تقابله في حياتك، وكمان كل شيء ممكن يعرضك لحزن أو لمشاكل ممكن تقابله في حياتك. بعد الفاصل. الحقيقه اكتر من رائع، وانا بتهيالي يعني ان دي تجربه اكتر من رائعه، وان شاء الله يعني يتم تعميمها على مستوى مصر كلها، لان اعتقد يعني من استغلال ان يبقى في رواد لزياره المول، وان طبعا اهتمام بالكتاب واهتمام الطفل خاصه في مساحه كبيره جدا بتخص النشر وتخص الطفل. أنا بشوف ان هو تحرك محمود جدا جدا، اعتقد ان ده ممكن ينتج عنه ان شاء الله في المرحله الجايه يعني تقدم كبير جدا في صناعه الكتاب ايضا وفي ترويج الكتاب. دايما في اي تواجد لازم يكون مع فيه معرض كتاب، الحقيقه ده مهم جدا جدا، ولسه في انا كان في معرض كتاب رائع هو مستمر حتى الان يعني. وطبعا بنستثمر بعد كده باقي الفعاليات الثقافيه والفنيه اللي هي بتكون موجوده لاول مره في تاريخ هذه المحافظه. احنا معانا البيت الفني للمسرح، قطاع الفنون الشعبيه، وهيئه اصول الثقافه، ومجموعه فرق مختلفه هتعمل فعاليات يوميه طول فتره المعرض. الحكايه مش حكايه جذب بس، الحكايه حكايه تقديم الرسالة الفنية المتوازنة اللي بتقدمها وزارة الثقافة كلها كأنها وجبة واحدة. والحمد لله يعني أنا أظن أنه البرنامج السنة دي ممكن يكون انطلاق لفكرة المعرض والتكرار، وبعد كده مع التركيز الأكبر على التوجه للأطفال سواء من ناحية الكتب أو من ناحية الفعاليات. إحنا يعني سعداء جدا يعني الشرف الكبير ده، وده كان حلم بالنسبة لنا، والحمد لله إن إحنا يعني معرض الكتاب الدولي عندنا في دندي، ده موضوع كبير جدا وشرف كبير جدا. والكتاب هو اهم حاجه، لازم الجيل اللي طالع ده يقرا، لازم يعرف قيمه الكتاب. واحنا في دندي حريصين جدا ان الاطفال والشباب وكل الناس تدرك اهميه الكتاب، فاحنا نتمنى ان الحدث ده يحصل عندنا كل سنه ان شاء الله. ادي اول مره ان احنا يكون في المكان ده الحقيقه بالتعاون مع وزاره الثقافه، فان شاء الله هتكون فكره ناجحه، لانه المكان اوريدي في ترافيك عالي وفي عدد كبير جدا من الزوار، فكون ان الكتاب يبقى موجود ده شيء جيد، واتمنى ان شاء الله ان تنجح التجربه عشان تتكرر في مكان اماكن اخرى. احنا عملنا في مدينتي قبل كده وزاره الثقافه مع اتحاد الناشرين، وفي هنا وفي دندره،
وفي أكتر من مكان الحياة بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نصل للقارئ في كل مكان في مصر. دي قفزة جديدة وفكرة جديدة جدا إن احنا ننتقل بمعرض الكتاب للمولات التجارية لتقديم الخدمة الثقافية للجمهور والأسرة المصرية بكافة أطيافها. احنا الهيئة العامة لقصور الثقافة دي من أكبر قطاعات وزارة الثقافة المصرية. احنا عندنا مشروع النشر بينزل كتب مدعمة، كتاب عندي بيبدأ من جنيه لحد أقصى كتاب، يعني عندي موسوعات بتوصل لخمسين جنيه، فيها 30 جنيه فيها كتابين، يعني الكتاب بيوصل لعشرين جنيه أحيانا، والكتاب إحنا عندنا سلاسل متعددة. طبعا جزء من التسويق الثقافي جنب تسويق تجاري، فيعني إن شاء الله يعني متوقعين إنها تنجح، وهي فكرة جديدة على الجمهور. الجو ده متعود إن المعرض يكون في مكان بعيد عن الأماكن اللي هي التجارية ومن مبيعات، بعيد عن الملابس، بعيد عن مثلا الترفيه. فكرة المعرض طبعا احنا دايما بننزل يعني معرض الكتاب دايما مشاركين في كل مكان هو بيتعمل فيه، بحيث إن هو دايما بيبقى فيه فكر جديد بننزل، يعني منظمين المعرض بيبقى قصدهم عليه هنا مثلا بيدخلونا في مكان جديد، في زون جديدة نبدأ العارضين يشتغلوا فيها. والله فكرة جيدة وربنا يسهل وتستمر يعني وتتجدد كل سنة إن شاء الله بأمر الله، ويكون في إقبال إن شاء الله، وده يفيد الثقافة عموما يعني ودور النشر عموما يعني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بنرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الكاتب والروائي الأستاذ عزت القمحاوي، واللي هنتكلم معاه عن كتابه الأيك في المباهج والأحزان. والحقيقة صدرت منه طبعة حديثة على الرغم من أن الكتاب صدر في 2002، ولكن هو قرر أنه هو يعيد مرة تانية صدوره وأنه هو يعمل نسخة جديدة. الحقيقة أن الكتاب موضوعه وأفكاره مطروحة بطريقة مختلفة، طريقة كتاباته وصفها بعض النقاد والكتاب بأنها غير مسبوق أو بأنها غير مسبوقة في اللغة العربية، وأنه من الصعب تصنيفه تحت نوع أدبي معين. والكتاب عبارة عن فصول حول حواس الإنسان أو عن حواس الإنسان، وإزاي الحواس دي ممكن تتدخل في مداخل المعرفة، إذا كانت بتسعد أو إذا كانت بتضايق أو إذا كانت ممكن تصيبك بأي شعور أنت بتحس بيه. نتعرف أكتر عن الكتاب، نتعرف أكتر عن الحواس، وهنعرف أكتر يعني إيه الأيك من الأستاذ عزت القمحاوي. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك. الأيك، أقف عند الأيك الأول. يعني ايه الاسم؟ الايكا او الايك هي مجموعه الشجر المتداخل، وده ممكن يبقى العنوان صعب شويه، قديم شويه، لكن هو بيوصف بالظبط طريقه تداخل اولا الموضوعات، من حيث هي موضوعات ظواهر عماره، ظواهر رقص شرقي، طعام، كل تقريبا الموجودات اللي بيتعامل معها الانسان من خلال حواسه. فده تشابك الموضوعات. ده معنى الايك. في تشابك تاني كمان، تشابك طريقتي في الكتابه. اوكي. يعني في تامل، في مثلا رصد للظاهره في كتابات او في رسوم او في تماثيل او في احداث يعني مختلفة. ماشي، إلى جانب الحكاية. يعني أنا لا أتخلى في الأيك عن شخصيتي ككاتب روائي. فهناك الحكاية المكتملة في كل فصل عن يعني متعلقة بهذا الفصل. يعني التشابك ده الحقيقة هو موجود في حياتنا بشكل كبير جدا، ويمكن ده من ضمن الأسباب أكيد اللي نجحت الرواية، لأنه الحقيقة إنه إحنا فعلا أحيانا بتتلخبط الدنيا عندنا ما بين اللي بيفرحنا وما بين اللي بيزعلنا، وما بين اللي بيخلينا متشوقين أكتر لبكرة، وما بين اللي بيخلينا بنحن للي فات. صحيح. يعني التشابك ده واللخبطة دي موجودة في حياتنا، بس حضرتك شرحتها إزاي؟ ولو اتكلمنا عن الفصول، يعني ابتديتها ازاي وقفلتها ازاي؟ شوفي، هي الكتابة حرة. يعني ده هو الايك كان بداية خط في كتابتي، يعني انا بكتب الرواية، بكتب القصة، وبكتب النص المفتوح ده. الايك تقريبا كان بداية ظهوره، يعني فعلا يعني اول حالة في الكتابة العربية الحديثة تتعامل مع الظواهر
فلسفيا ونفسيا، وهذا الانسياب في الكتابة، الانسياب الحر في الكتابة. لو حبيت أقرب الأيك من نماذج عربية قديمة، فيه الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، فيه الأغاني للأصفهاني اللي هو كان بيحكي حكاية وحكاية بيت الشعر وحكاية عن الجارية والمغنية والأنساب، وكل هذا التداخل موجود في تراثنا العربي، انقطع إلى حد كبير جدا. أنا عندما كتبت يعني كنت مستند تقريبا على، لأنه هي كل كتابة هي بنت كتابة. يعني في النهاية يعني ما يميز الإنسان هو الكتب عن غيره من المخلوقات. أوكي. تتراكم المعرفة من خلال الكتب. فأنا أوكي. كان في استناد لكتب. هي دي رائحة المعرفة اللي حضرتك بتتكلم عنها، اللي حضرتك ذكرتها في الكتاب. رائحة المعرفة هي روائح، روائح الحب. روائح الحب يعني من النبات للحيوان للإنسان، أثر الرائحة في حياته. يعني النبات لا يتزاوج إلا عبر الرائحة. بيجذب الحشرات، تنقل في رجليها حبوب اللقاح من نبتة إلى أخرى. الحشرات بتتفاهم بشكل كبير جدا بالرائحة، من خلال الرائحة. وعلى فكرة احنا في حياتنا في روايح للأحداث عندنا. يعني لما يجي مثلا رمضان يقول لك أنا شامم ريحة رمضان. صحيح. لما يجي مثلا الشتاء تقول لك دي ريحة الشتاء. ريحة الشتاء. أيوة صح. المطر. صح المطر. وده بيتخزن، يعني حواسنا احنا ليها ذاكرة بتخزن الروائح. الروائح. ولذلك بتذكري شيء معين بيستدعي الروائح المرتبطة بيه. عجبتني قوي كمان جزئية بنيان الألفة، وده كان كنت بتكلم فيه عن العمارة، ولا عن كنت بتكلم عن العمارة. ممكن حضرتك تشرحه لكل المشاهدين بعد إذنك؟ لا شوفي، هو في جماليات العمارة احنا في مصطلحات يقولوا عليها العمارة الصلبة والعمارة اللينة. العمارة من مواد دائما متقاربة جدا، يعني مؤخرا في بناءات الإزاز والألمونيوم وكده، إنما عموما حتى في اللي معمول من الخرسانة عندنا عمارة لينة وعمارة صلبة. صلبة المظهر ولينة المظهر، يعني الأقواس، العمود الاسطواني غير العمود المكعب. هذه الجماليات بتختلف. من يسكن في بيت جميل، صديق للحواس من خلال القوس والمشربية والعمود الملفوف والخامات الدافئة كالخشب، كل هذه جماليات في العمارة وابنة الوقت الدعاء ووقت السعادة، بخلاف مثلا العمارة الحديثة اللي هي إزاز وألمونيوم وبدون بلكونات. وده ممكن ياخدني برضو الجزء التاني حضرتك ذكرته في الرواية، وهي الكومباوند. بس يعني ده كان شكل وده كان شكل. يعني الفرق بين العمارة، عشان طالما احنا بنتكلم عن الحواس، الفرق بين العمارة اللي بتحترم الحواس وفي العمارة اللينة، وبين العمارة الصلبة عمارة الإزاز، ماشي، دي بنت فلسفة تانية. لأن العمارة فن عميق وليست مجرد بناء. العمارة لها علاقة بالفلسفة، لها علاقة باللحظة التاريخية للحضارة فيها. يعني عمارة الإزاز دي بنت حاجة تانية خالص، بنت الشفافية. فده يبقى مبنى تجاري، ان انا عندي تلفزيون او عندي جريدة او عندي كل الناس شايفة بعضها، مين بيشتغل مين ما بيشتغلش. فكرة الشفافية والكشف. لكن ما هياش مكان راحة. يعني ايوه مفهوم. مفهوم. وعشان كده ممكن يبقى مكشوف عادي. بالظبط، يبقى مكشوف، لانه في فترة الانتاج يلح على ذلك. صح. وبعدين الرأسمالية عندها اكراهاتها الكتيرة ضد الحواس. ايوه
ايوه طيب نتكلم عن الكومباوندز وحضرتك ذكرتها ازاي في الروايه برضو اشرت اليها ازاي من خلال الروايه ده من الفصول الحديثه من الفصول الجديده في الطبعه الجديده في الايك فيه تخطيط مدينه نصر والكومباوند تخطيط مدينه نصر رغم ان هو بني في عصر الجماهير في عصر جمال عبد الناصر ولكن هي عماره عزله يعني مدينه نصر فيها الشوارع الواسعه ولكن ليس فيها الميدان الميدان بمعناه القديم اللي شبه المسرح الروماني اللي هو مكان للاحتفال ومكان للعزاء المشترك لان هذه الفضاءات هي ما يصنع حياه المجتمع تلتقي العيون بالعيون عبر الشرفات وعبر الميادين وعبر المساحات العامه في المدينه مدينة نصر أسست لفكرة السكن العائلي كل واحد بيقفل بابه على بيته اللي بيبني يعني هي بدايتها طبعا بعد ما الدولة أغمضت عينها عن الارتفاعات إنما في البداية هي كانت يعني فكرة زي أفكار التجمعات القديمة ولكن بدون أسوار الكومباوند جه حط السور فأنا مسمي ده كله عمارة الريبة اللي في الداخل خايف من اللي في الخارج طبعاً الحقيقة احنا يعني قررنا ان احنا ننزل كمان الشارع ونعرف من الناس ايه رأيهم في فكرة انه قد ايه الحواس بتاعتهم ممكن تأثر على حياتهم وحبينا نفهم منهم هم بيفكروا في الموضوع ده ازاي نشوفه مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين حلو جداً يلا ونرجع على طول اتفضل استمتع بالمكان طبعا ممكن ناخد صوره نصك بيها اليوم لكن استمتع باصحابي ده احسن بالنسبه لي ممكن نكون مرتبين ان احنا مثلا نازلين النهارده نتغدى مع بعض نازلين النهارده مثلا هنتفسح في الحته الفلانيه هنروح مكان فلاني في الاخر بقى واحنا في الحدث نفسه او احنا في المكان نفسه ممكن ناخد صوره مع بعض تذكاريه اللي هو كل من وقت للتاني نبعتها لبعض مثلا فاكرين اليوم ده حصل ايه مينلي ببقى حاسه ان انا عايزه اقعد معاهم اهم مش مهم المكان قوي بالنسبه لي لان انا مش حد من الناس اللي هم بيهتموا قوي بالتصوير والكلام ده يعني ممكن تقول خروجه اتصور صوره صورتين ده تمام بالنسبه لي مهم اكون قاعده في مكان انا مرتاحه فيه واشوف صحابي يعني احنا ايامنا ما كانش فيه لسه فيسبوك وما كانش فيه صور والحاجات دي كلها فاحنا بنظبط مع بعض احنا واصدقائنا او العيله الاماكن اللي احنا رايحين هو احنا ممكن نتصور بس اللمه احلى يعني لا اخد صوره ان المكان اهم والاستمتاع بالجو مع الناس اكتر بكتير من الصوره الصوره بتبقى تذكاريه الواحد بيفتكر بيها الاوقات دي بس طبعا الحفاظ على متعه الوقت اكتر طبعا نستمتع الاول بالمكان واللمه بعد كده ناخد صور الاكل بس اللي احنا يعني نيجي وناكل ونستمتع وممكن اخر حاجه نفكر فيها ان احنا ناخد صوره مثلا على ما الاكل يجي بنتصور رجعنا لحضراتكم مرة تانية والحقيقة أنه الأراء مختلفة جدا في التقرير اللي شفناها ناس كتير اتأثرت بالأكل وبالطبخ وبالعصور المختلفة وكل وقت وليه أكلاته الجديدة وناس كتير اتأثرت بالمعمار إيه حضرتك إيه؟ هو الأكل طبعا أول حاجة بتخطر على بال الناس إحنا يعني شعب أكيل يعني وبنحب الأكل جدا يعني لا هو لأنه هو بيجمع بين كونه ضرورة وكونوا فكرة إرضاء للحواس زي البيت كذلك لكن الأكل هو أقرب للناس هو الحقيقة من الحاجات اللي في الفصل إن احنا لازم نثق في ذاكرة لساننا يعني إيه؟ لازم يعني ما ناكلش هو الحاجة الرهيبة اللي عملتها العولمة في البشر إنه بعد ما كان التميز من خلال الفرادة أنك تاكلي حاجة خاصة بك جدا أو تلبسي حاجة معمولة يدوي أو كذا خلى الهوس الالتحاق بالجماهير العريضة يعني أنت تأكل هذا الساندويتش الذي يأكله الشباب في أمريكا وفي الهند وفي مصر فثانيا احترام الحواس وده حاجة عايزة أشدد عليها لا يتعلق بالسعر يعني مثلا نوع زي الاسماك نثق في حواسنا واحنا بنستهلك الاسماك مش بالسعر انت هتلاحظي
محلات السمك مثلا ما بتعرضش سمك مذاقه جيد جدا وليه طرق كتيره جدا بيتعمل بها زي السردين. ما بيعرضوش البلطي، ما بيعرضوش الاسماك الرخيصه، لانه عايز فاتورته تبقى كويسه. لكن انا لما اكون واثق في ان انا فرد وعندي اختياراتي بقدر اختار اللي يناسب حواسي ويناسب ذوقي انا. حتى اتساع المطبخ، هو معظم المطبخ الشامي اللي راجع لينا او المغربي او كذا، هو كان مطبخ عربي مشترك انحصر في وسط في 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 مصر شويه. يعني فكره الحلو والحادق دي مصدره مغولي، وكان موجود في مصر فترة المماليك كتير. يعني الموالق الحمضيات زي الراسية والمشمش وكده كان موجود جدا في الأسر في الأكل أيام المماليك. فعموما هو الأيك هو دفاع عن فردية الإنسان في مواجهة محاولة الرأسمالية مسخه أو تنميطه. أوكي. لو حبينا نلخصه يعني في كلمتين. أنا الحقيقة سعيدة جداً كمان بربط كل حاجة بالحواس بتاعتنا، يعني فعلاً الحواس هي الأساس في أحاسيسنا وفي مشاعرنا وفي تكوين انطباعاتنا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك على طول بعد الفاصل، اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وقبل ما نطلع على الفاصل على طول كنا اتكلمنا أستاذ عزت فيما يتعلق بارتباط الحواس بأحاسيسنا وبمشاعرنا وبانطباعاتنا الأولى. قولي شرحت الرابطة دي إزاي في الكتاب؟ ما هو الكتاب مكرس للحواس أساساً. ليه؟ اعتقاداً مني بأنه الحواس هي أسلم وسيلة للمعرفة والتوصيل المعلومة. ده غير أنها هي جوهرنا. يعني الوليد بيولد بيلتقي بالعالم من خلال حواسه مش من خلال معلومات. هو لسه نازل ما قراش كتاب. ما وصلتوش معلومة تاريخية، فهو أول صدام مع العالم هو من خلال الحواس، وتستمر الحواس أصدق مداخل المعرفة. يعني لما نلمس النار خلاص مش ممكن ننسى. فهي دي المسألة، هو الكتاب حفلة للحواس. أيوه ده حقيقي. يعني ده حقيقي. وهي فعلا نقطة مهمة جدا جدا جدا. عايز أتكلم. الروح شيء في علم الله مجهول، إنما إحنا نعرف الجسد ونعرف حواسه ونعرف احتياجاته أكتر مما نعرف احتياجات الروح. صحيح. أو بنستدل على احتياجات الروح من خلال احتياجات الجسد. ليه عملت طبعة تانية على الرغم أنك ممكن تعمل جزء تاني؟ شوفي، يعني هو مبدئيا موضوع الطبعات، أنا في تعريف للكتاب أنا مؤمن بيه جدا، إن هو الكتابة التي تستحق القراءة أكثر من مرة. يعني الفرق بين نجيب محفوظ وغيره أو بين كبار الكلاسيكيين إنهم عايشين من مئات السنين وبيطبعوا. فالطبيعي إنه الكتاب الجاية تتكرر طبعاته. أكيد. لكن المرة دي ما عملتش جزء تاني، لأن الزيادات داخلة في عصب الظواهر نفسها. يعني كان في فصل عن الصورة العادية خزين الذكريات، بقى في فصلين عن السيلفي زيادة، ده استحدث. حضرتك بتصنف نفسك أستاذ عزت على إنك كاتب كلاسيكي؟ لا. لا، مش بتصنف نفسك على يعني انك كاتب كلاسيكي، ولا ده راي النقاد او راي الكتاب في حضرتك؟ اتمنى بعد حياتي ابقى كاتب كلاسيكي. لا، هو بيتقال على حضرتك انك كاتب كلاسيكي، وربنا يدي لحضرتك الصحه ان شاء الله. واتمنى ان انا اشوف حضرتك تاني. تسلم. بشكرك على وجودك معانا، ومبروك على نجاح الايك للطبعه الثانيه. تسلمي. الله يخليك. شكرا جزيلا. بشكر طبعا ضيفي اللي نورنا النهارده في الاستوديو، كان معانا الكاتب والروائي الاستاذ عزت القمحاوي. بشكركم على حسن المتابعه، اتمنى ان انا أكون نجحت في أني أقدر أوصل لكم كل الأجزاء المهمة اللي موجودة في الكتاب. كان معكم رانيا السيد، شكراً.